السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أنا عاود في الكور ديال الماتيماتيك فينونسيير في البارتي ديال ليسكونت كوميرسيال. فمن قبل هذا الفيديو هذا كنت خدمت ليسكونت كوميرسيال البارتي الأولى، دابا غادي نخدمو البارتي الثانية، وهكا غادي نكونو سالينا لي زانتيري سامبل وغادي ندوزو إن شاء الله نخدمو لي زانتيري كومبوزي. كنا في البارتي الاولى كنا وقفنا في الكالكول ديال الكابيتال اون فونكسيون دي طون، فغادي نخدموا مثال اخر باش نونشينيو البارتي الاولى مع الثانيه ونكملوا. قالوا لنا كيلي لا فالور دان كابيتال دو فالور ديال 12350 درهم اوجوردي، 30 يوم من قبل و54 يوم من بعد الا كان طو دانتيري عندنا هو 10%. غادي نشوفوا الحاله الاولى ديال 30 يوم من قبل، عندنا هي الفالور اكتويل يعني في ا صغيره كتساوينا الكابيتال ناقص لانتيري. غادي نعوضو في الفورمول اللي ديجا كنا شفناها في البارتي الاولى، غادي تعطينا هي 12350 ناقص 12350 مضروبه في 10% مضروبه في 30 يوم مقسومه على 36000، وغادي تعطينا الفالور اكتويل هي 12347 درهم فاصلة 08. غادي ندوزو نشوفو الحاله الثانيه اللي هي 54 يوم من بعد، غادي تعطينا الفالور اكيز. الفالور اكيز هي في ا كبيره، الفالور اكيز كتساوي لنا الكابيتال زائد لانتيري، يعني 12350 درهم زائد 12350 درهم مضروبه في 10% مضروبه في لا ديوغي اللي هي 54 يوم ومقسومه على 36000. غادي تعطينا واحد الفالور اكيز ديال 12535 درهم فاصلة 25، يعني واحد الفالور ديال 12350 من هنا للقدام بواحد 54 يوم غادي يولي يساوي لنا 12535 درهم فاصله 25 الى حسبناه بواحد الطو ديال 10%. وعاود عاوتاني واحد الكابيتال نفسه الى رجعنا ب 30 يوم قبل بواحد الطو ديال 10%، هذيك 12350 مساويه غير 12247 درهم فاصله 08. هادشي اللي خرج لنا دابا غادي نمثلو لكم على لاكس دي طون اللي غادي يعطينا على هاد الشكل. حنا قلنا دابا اوجوردي عندنا واحد الفالور ديال واحد الكابيتال في كيتساوي لنا 12350، فإلا زدنا القدام ب 54 يوم غادي يعطينا الفالور اكيز اللي هي 12535 درهم فاصله 25، وإلا رجعنا اللور ب 30 يوم غادي يعطينا الفالور اكتويل ديال 12247 درهم فاصله 08. غادي ندوزو نشوفو ليكيفالونس دو دو زيفي. قالوا لينا عندنا جوج ديال لي زيفي ايكيفالون وفواحد لادات، الا كانوا نفس القيمه ديالهم في هذيك لادات، يعني فاش كنقولوا واحد دو زيفي سون ايكيفالون فواحد الوقت معين الا كانت القيمه ديالهم في هذيك اللحظه نفسها، يعني واخا يكون الفالور ديالهم متغيره ولي شيونس ديالهم متغيره، ففواحد لادات كيكونوا كيتساويو. هذيك هي ليكيفالونس ديال لي دو زيفي، كنقلبوا حنا على هذيك لادات. قال لك هاد ليكيفالونس ديال لي زيفي كتنفعنا بزاف، علاش؟ حقاش كاين في بعض الحالات اللي كنبغيو نرومبلاسيو واحد ليفي بواحد الافي اخر، يعني واحد ليفي اللي عنده الفالور ديالو كنبغيو نرومبلاسيو بواحد ليفي ديال فالور اخر، كنقلبوا على لادات اللي كيكونوا فيها ايكيفالون، يعني اللي كيكونوا بحال بحال، باش نرومبلاسيو واحد ليفي بافي اخر او لا بزاف ديال لي زيفي كيف ما غادي نكون نشوفو من بعد في لي زيكزامبل. فوالا باش نفهمو مزيان غادي نخدم لكم واحد ليكزامبل. قالوا لنا برونون دو زيفي اسكونتي على واحد الطو ديال 12% افيك لي دوني سويفون. ليفي الاول عنده واحد الفالور نومينال ديال 8400 درهم، ديلي ديشيونس ديالو 25 يوم. ليفي الثاني عنده واحد الفالور نومينال ديال 8587 درهم فاصله 63، لي شيونس ديالو على 90 يوم. غادي نمثل لكم هادشي على لاكس دي طون اللي غيولي عندنا على هاد الشكل. حنا دابا حاليا في لادات دو جوردوي، ليفي الاول قلنا لادات ديشيونس ديالو من بعد 25 يوم، عنده ليفي الاول الفالور نومينال ديالو هي الفي ان. لي شيونس ديال لي في تاني قلنا من بعد 90 يوم، الفالور نومينال نيميرو 2 عنده واحد الفالور ديالو في 2. فهاد في 1 لي لي شيونس ديالو على 25 يوم نرجعوه لا دات دو جوردي، غيولي عندنا الفالور اكتويل ديالو هي في ا صغيره ديال واحد، يعني لي في الاول. من بعد
غادي ناخذو حتى ليفي الثاني غادي نرجعوه لادات دوجوردي. اشنو غادي يولي عندنا؟ غتولي عندنا الفالور ديال ليفي نيميرو 2 هي الفالور اكطويل 2. فهاد الحاله هذه في لادات دوجوردي خصهم يكونوا عندنا متساويين. الا بغينا نقولوا هذيك هي لادات ديكيفالونس، يعني في هذيك الحاله كيكونوا عندنا هذوك لي دو زيفي سون ايكيفالون. كيف ما غادي نحسبوها دابا في هذا الشكل عندنا، قالوا لنا لا فالور اكطويل ديال لي في الاول اوجوردي كتساوي لنا على هذا الشكل، قلنا الفالور اكطويل كتساوي لنا في ناقص لانتيري. في هذه الحاله لانتيري هو الفالور ديال لي في الاول مضروب في الطو مضروب في لا ديوري. غادي نعوضوا لي دوني غيعطينا على هذا الشكل، هي 8400 درهم ناقص 8400 درهم مضروبه في 12% مضروبه في لا ديوري ديال 25 يوم ومقسومه على 36000، غيعطينا الفالور اكطويل ديال لي في الاول هي 8330 درهم. غادي نشوفوا الفالور اكطويل ديال دوزيام افي اوجوردي، عندنا نفس الفورمول بيان سور. غادي نعوضوا غادي تعطينا هي 8587 درهم فاصله 63 ناقص 8587 درهم فاصله 63 مضروبه في الطو اللي هو 12% ومضروبه في لا ديوري ديال 90 يوم ومقسومه على 36000، وغادي يعطينا الفالور اكطويل ديال دوزيام افي هي 8330 درهم. الا لاحظتوا الفالور اكطويل ديال لي في الاول كتساوي لينا الفالور اكطويل ديال لي في الثاني، يعني في لا دات دوجوردي هاد لي دو زيفي سون ايكيفالون. يعني نقدروا في هاد الحاله انت سوا تاخذ لي في الاول سوا تاخذ لي في الثاني فعندهم نفس لا فالور اكطويل. فوالا دابا نقدروا نقولوا ان هاد لي دو زيفي هادو سون ايشانجابل، تقدر تشانجي لي في الاول مع لي في الثاني. غادي نشوفوا اون جينيرال قالوا لينا في هاد كيف ما قلت لكم دابا هاد لي دو زيفي سون ايشانجابل، يعني نقدروا نيشانجيو الاول والثاني ولا الثاني بالاول، حقاش في هاد لا دات دوجوردي سون ايكيفالون. قالوا لنا on se place à la date d'aujourd'hui on dispose de deux effets de valeur nominale V1 et V2 et de délai d'échéance respectifs N1 et N2 en jours. يعني عندنا deux effets valeur l'اول والvaleur الثاني كل واحد عنده l'échéance ديالو. قال لك quelle est la date d'équivalence de ces deux effets si le taux d'escompte annuel commun est de T. فغادي تعطينا الغولاسيون الاولى هي الفالور اكطويل ديال لي في الاول كتساوي لنا الفالور ديال لي في الاول ناقص الفالور ديالو مضروبه في الطو ومضروبه في لا دات ديشيونس ناقص ان. هاد ان هادي هي لا دات ديكيفالونس، لا دات اللي غادي يكونوا كيتساويو فيها هادوك لي دو زيفي في 1 و في 2 مقسومه على 36000. عندنا الفالور اكطويل ديال لي في الثاني هي الفالور ديال لي في الثاني ناقص الفالور مضروبه في الطو مضروبه في لا دات ديشيونس ديال لي في الثاني ناقص لا دات ديكيفالونس، لا دات اللي كيتساويو فيها بجوج مقسومه على 36000. اون جينيرال فاش غادي نخرجوا ان بوحدها باش نحسبوها، يعني باش نحسبوا لا دات ديكيفالونس، غادي تعطينا على هذا الشكل ان اللي هي لا دات ديكيفالونس كتساوي لنا الفالور ديال لي في الاول مضروب في لا دات ديشيونس ديال لي في الاول ناقص الفالور ديال لي في الثاني مضروبه في لا دات ديال ديشيونس ديال لي في الثاني مقسومه على الفالور ديال لي في الاول ناقص الفالور ديال لي في الثاني. هادشي كامل ناقص 36000 مقسومه على الطو. هادي هي الغولاسيون اون جينيرال باش نحسبوا ليكيفالونس ديال لي دو زيفي، يعني باش نحسبوا لا دات ديكيفالونس، لا دات اللي كيتساوا فيها لي دو زيفي. غادي ندوزو نشوفوا واحد ليكزامبل باش نفهموا مزيان ديتيرميناسيون دو لا دات ديكيفالونس دو دو زيفي. في لينونسي عطاونا قالوا لنا اون كونسيدير دو زيفي كي اسكونتي لو 2 فيفري اون دي فالور نومينال ايغال ا 3771 درهم فاصله 74 و 3871 درهم فاصله 74، هادو لي دو زيفي في 1 و في 2. اي دي دات ديشيونس ريسبكتيف، لا دات ديشيونس ديال الفالور الاول هي 30 في شهر 3 ولا دات ديشيونس ديال لي في الثاني ديال في 2 هي 30 في شهر 6 دو لا ميم اني. قالوا لنا كيلي لور دات ديكيفالونس سي لو طو ديسكونت ايغال ا 10%. قبل ما نبداو نحسبو خصنا نشوفو لا دوري، خصنا نشوفو شحال عندنا ما بين 2 فيفري وما بين 30 في شهر 3 و 30 في شهر 6. غادي نمثلوها على لاكس دو طون اللي غيكون عندنا على هذا الشكل. كيف ما قلنا هاد لي دو زيفي سون اسكونتي لو 2 فيفري، غادي نشوفو ان ان لا دوري ديال لي في الاولى ما بين 2 فبراير يعني لا دات اللي دار فيها لي سكونت وما بين 30 مارس 30 في شهر 3. قلنا لا دات اللي دار فيها لي سكونت هي نهار 2 في شهر 2، ما بين 2 في شهر 2 حتى 28 في شهر 2 عندنا واحد المده ديال 26 يوم.
وما بين 28 في شهر 2 حتى 30 في شهر 3 اللي هي لي شيونس ديال لي في الاول، عندنا 30 يوم. باش نحسبوا ان ديال لي في الاول هي المجموع ديال 26 زائد 30. ان ان اللي هي لا دوري ما بين لي سكونت وما بين لي شيونس ديال لي في الاول هي 56 يوم. غادي ندوزو نحسبوا شحال ما بين 2 فبراير وما بين 30 في شهر 6 اللي هي لا دات دي شيونس ديال لي في الثاني ان 2. عندنا من شهر 2 من 2 في شهر 2 حتى 28 في شهر 2 قلنا عندنا 26 يوم، ومن 28 في شهر 2 حتى 31 في شهر 3 عندنا 31 يوم، من 31 في شهر 3 حتى 30 في شهر 4 عندنا 30 يوم، ومن 30 في شهر 4 حتى 31 في شهر 5 عندنا 31 يوم، ومن 31 في شهر 5 حتى 30 في شهر 6 اللي هي لا دات دي شيونس ديال لي في الثاني عندنا 30 يوم. فالفرق لا يعني لا ديغي من 2 فبراير حتى 30 جوان يعني هي الان ديال ان 2 ديال الفالور نومينال الثاني غادي تعطينا هي 26 زائد 31 زائد 30 زائد 31 زائد 30 غتعطينا المجموع ديالهم هو 148 يوم. فوالا دابا هكا غادي نكونوا حسبنا لي دو ديغي، لا ديغي ديال لي في الاول ولا ديغي ديال لي في الثاني. انفورماليزيو البروبليم ديالنا على هاد الشكل، قالوا لنا كالكولي لا دات ديكيفالونس دي دو زيفي يعني الوقت اللي كيتساووا فيها هاد لي دو زيفي. لي في الاول عنده الفالور نومينال ديالو 3771 درهم فاصل 74، لي في الثاني عنده الفالور نومينال ديالو هي 3871 درهم فاصل 74. لا دوري ديال ان 1 ديال لي في الاول عندنا هي 56 يوم، والان 2 يعني ديال لي في الثاني 148 يوم. عندنا الطوق هو 10%. قلنا الفورمول ديالنا هي هادي باش نحسبوا ان اللي غادي ناخذوا في ان اللي هي الفالور نومينال ديال لي في الاول هي 3771 درهم فاصل 74، غادي نضربوها في لا دوري ديالو اللي هي 56 يوم، غادي نقصوا منها في 2 اللي هي الفالور نومينال ديال لي في الثاني 3871 درهم فاصل 74، وغادي نضربوها في لا دوري ديال في 2 اللي هي ان 2 148 يوم. غادي نقسموها على في ان ناقص في 2 يعني 3771 درهم فاصل 74 ناقص 3871 درهم فاصل 74، هادشي كامل غادي نقصو منه 36000 مقسومة على 10. هاد العشرة هي الطو، طو ديسكونت ديال 10%، غادي يعطينا 18 اليوم. اش كتعني هاد 18 اليوم؟ ها هو عطانا واحد الرقم ديال 18 اليوم، اشنو كيعني؟ يعني لا داش ديكيفالونس الوقت اللي غادي يكونوا كيتساووا فيها هاد لي دو زيفي هي 18 اليوم من بعد لا داش اللي داروا فيها هادوك لي سكونت، يعني 18 اليوم من بعد 2 فبراير اللي غادي تجينا هي نهار 20 فبراير، يعني 2 زائد 18 غتعطينا هي 20 فبراير. هاد لي دو زيفي لي الفالور ديالهم ما كيتساواش ولي شيونس ديالهم ما كيتساواوش غادي يكونوا بحال بحال القيمه ديالهم كتساوى نهار 20 فبراير. غادي ندوزو نشوفو اكزامبل اخر، قالوا لنا غادي نتعلمو فيه الكالكول ديال طو ديسكونت ديال هاد لي دو زيفي ايكيفالون. لينونسي ديال التمرين عطاوه لينا، قالوا لنا تروفي لو طو ديسكونت دي دو زيفي كي اون دي فالور نومينال ديال 21712.12 و 22712 درهم فاصل 12 دي زيشيونس ريسبكتيف ديال 26 يوم بالنسبة للي في الأول، 158 يوم بالنسبة للي في الثاني، اي كي سون ايكيفالون قالوا لنا 10 جور افون لا دات دي شيونس ديال بروميير افي، يعني هاد لي دو زيفي هادو سون ايكيفالون 10 ايام قبل من لا دات دي شيونس ديال لي في الاول. غادي نشوفوا هاد العشر ايام امتى جات على لاكس دي طون اللي غيكون عندنا على هاد الشكل. فحنا دابا اوجوردي لي في الاول قلنا غادي يكون لا دات دي شيونس ديالو 26 يوم من بعد، ولي في الثاني عندنا 158 يوم. امتى لا دات ديكيفالونس ديال هاد لي دو زيفي؟ قلنا هي 10 ايام قبل من لا دات دي شيونس ديال بروميير افي، يعني نهار ان 1 اللي هي ديال 26 غنقصوا منها 10 ايام غتعطينا هي ان غناخذوا ان ان غنقصوا منها 10 ايام غتعطينا ان هي 16. فوالا دابا حنا عرفنا لا دوري، يعني عرفنا لا دات لي ديكيفالونس اللي كيتساووا فيها هاد لي دو زيفي. غادي ندوزو دابا نفورماليزيو البروبليم ديالنا اللي غادي يعطينا على هاد الشكل. قالوا لينا تروفي تي اللي هي طو ديسكونت
إذا كانت الفالور الأولى ديال لي في الأول هي 21712 درهم فاصلة 12، والفالور ديال لي في الثاني هي 22712 درهم فاصلة 12، و ان ا اللي هي لادات ديال ليشيونس ديال لي في الأول هي من بعد 26 يوم، ولادات ديشيونس ديال لي في الثاني هي من بعد 158 يوم. افيك لا دات ديكيفالونس قلنا هي 10 جوغ افون لا دات ديشيونس ديال بروميير اف اللي لقيناها هي نهار 16، يعني 26 ناقص 10. الفورمول ديالنا هي هذه، فاش غادي نحولوا هذيك 36000 دوزناها للجهه الاخرى غادي تعطينا هي 36000 مقسومه على تي، داكشي الاخر كامل غادي يبقى عندنا في الجهه الاخرى اللي هي الفالور نومينال ديال لي في الاول مضروب في لادات ديشيونس ديال لي في الاول ناقص الفالور نومينال ديال لي في الثاني مضروب في لادات ديشيونس ديال لي في الثاني مقسوم على لي دو فالور، الفالور الاولى ناقص الفالور الثانيه غنقصوا منها ان، فعطاتنا 3008. يعني 36000 مقسومة على تي عطاتنا 3008، الى خرجنا تي بوحدها غادي تعطينا تي كتساوي 11.97%. هذا هو الطو ديسكونت ديال لي دو زيفي في لادات ديكيفالونس. غادي ندوزو نشوفو الجينيراليزاسيون ديال ليكيفالونس ديال لي زيفي، نخرجو الغولاسيون اون جينيرال غنبقاو نخدمو بها ديما. قالوا لينا كونسيديرون ان بروميير جروب ديال لي زيفي في الحاله اللي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي زيفي، فحنا دابا خدمت لكم غير بدو زيفي باش ما تلفوش. في الحاله اللي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي زيفي ثلاثه وكثر، قالوا لنا كونسيديرون بروميير جروب ديال لي زيفي في 1 في 2 في 3 دي فالور نومينال اللي كيكونوا متبتلين افيك دي زيشيونس ديالهم ريسبكتيف ان 1 ديال في 1 ان 2 ديال في 2 ان 3 ديال في 3 حتى الان كا ديال فالور في كا. عندنا دوزيام جروب، الجروب الثاني اللي هو دبليو في 1 ديال فالور نومينال ديال لي في الاول دبليو في 2 دبليو في 3 حتى دبليو في كا افيك دي زيشيونس ريسبكتيف ام 1 هي ليشيونس ديال دبليو في 1 ام 2 هي ليشيونس ديال دبليو في 2 ام 3 هي ليشيونس ديال ام دبليو في 3 و ام كا هي ليشيونس ديال لي في دبليو في كا. قالوا لنا لا دات ديكيفالونس دو سي دو غروب دي في اي سيل بور لاكيل اون ليغاليتي دي فالور اكتويل، يعني قالوا لنا لا دات ديكيفالونس هي لا دات اللي كيتساواو فيها لي فالور اكتويل ديال هاد لي دو غروب هادو، c'est-à-dire la date à laquelle des deux ensembles des effets peuvent être échangés. يعني هي لا دات اللي نقدروا نبدلوا فيها هاد لي دو زيفي اللي كيتساوى لنا الجروب الاول مع الجروب الثاني نقدروا نبدلوهم، يعني كتولي عندهم نفس القيمه. كيف ما غادي نشوفوا في العلاقه التاليه، كيف ما قلت لكم عندنا المجموع ديال لي زيفي الاولين المجموع ديال لي فالور اكطويل ديال لي زيفي هي كيف ما قلت لكم في ناقص لانتيري، هي في اي ناقص في ام مضروبه في الطو مضروبه في ان اي اللي هي لا دات دي شيونس ناقص لا دات ديكيفالونس لا دات اللي كيتساواو فيها بزوج لي دو غروب بيهم مقسومه على 36000. هاد الفالور اكطويل هذا المجموع ديال هاد الجروب هذا خصو يكون كيساوي لينا المجموع ديال الجروب الثاني اللي هو دبليو في اي ناقص دبليو في ام مضروبه في الطو مضروبه في لا دات دي شيونس ديالهم ناقص نقصوا منها لا دات ديكيفالونس نقسموها على 36000. فوالا كيف ما كتشوفوا الجروب الاول خصو يكون كيتساوى لينا مع الجروب الثاني. هاد الغولاسيون هادي خرجناها من لا ديفينيسيون، يعني قلت لكم فاش كيكون كيتساوى لينا الفالور اكطويل كيكونوا كيتساواو بالنسبه للجروب الاول بالنسبه للجروب الثاني. فغادي نخرجوا واحد العلاقه اون جينيرال غنبقاو نخدموا بها ديما، غادي تعطينا هي ان، هاد ان هي لا دات ديكيفالونس لا دات اللي كيتساواو فيها بزوج، كيف ما قلت لكم غتساوي لنا هي المجموع ديال لي دبليو في اي مضروبين في ام اي، يعني المجموع ديال الجروب الاول غناخذوا الفالور نومينال ديالهم غادي نضربوها في لا دات دي شيونس ديالهم غادي نقصوا منها المجموع ديال الجروب الثاني، يعني الفي اي غادي ناخذوا لي فالور نومينو ديالهم غادي نضربوهم في لي دات دي شيونس ديالهم غادي نقسموها على لي فالور نومينو ديال الجروب الثاني ناقص لي فالور نومينو ديال الجروب الاول غادي نقصوا منها 36000 مقسومه على الطو. هذه هي العلاقه اون جينيرال اللي غادي نبقاو نخدموا بها باش نخرجوا لا دات ديكيفالونس لا دات اللي كيتساوى فيها لي دو غروب دي في.
غادي ندوز نشوفو واحد ليكزومبل باش نفهمو مزيان. الكالكول ديال ليكيفالونس دي دو غروب دي في، غنشوفو لا دات ديكيفالونس ديال دو غروب دي في. قالولنا برونون ان بروميي غروب ديال 3 زي في، الفالور نومينو ديالهم 5000 درهم، 7500 درهم، و 9250 درهم. لي دات دي شيونس ديالهم ريسبكتيف 75 يوم بالنسبه لي في الاول ديال 5000 درهم، 70 يوم بالنسبه لي في الثاني ديال 7500 درهم، و 90 يوم بالنسبه لي في الثالث ديال 9250 درهم. غنشوفوا الدوزيام غروب فيه غير دو زيفي، جوج ديال لي زيفي. لي في الاول عنده 15100 درهم، ولي في الثاني عنده 8250 درهم. لي دات دي شيونس ديالهم ريسبكتيف هي 13 يوم بالنسبه لي في الاول ديال 15100 درهم، و 25 يوم بالنسبه لي في الثاني ديال 8250 يوم. شنو طالبين منا في هذه الحاله؟ قالوا لنا تروفي لوغ دات ديكيفالونس سي لو تو ديسكونت ايغال ا 10.5%. غادي نفورماليزيو البروبليم ديالنا على هذا الشكل. قالنا تروفي ان اللي هي لا دات ديكيفالونس، الا كان عندنا الجروب الاول ديال لي زيفي فيه الفالور الاولى هي 5000 درهم، عندها واحد لا دات ديشيونس ديال 75 يوم، الفالور الثانيه ديال 7500 درهم، لي شيونس ديال هاد لي في هذا 70 يوم، الفالور ديال لي في تشالنج هي 9250 يوم، لا دات ديشيونس ديالو على 90 يوم. الجروب الثاني ديال لي زيفي الثاني، عندنا الفالور نومينو ديال لي في الاول في الجروب الثاني هي 15100 درهم، والفالور نومينال ديال لي في الثاني في الجروب الثاني هي 6250 درهم. لي زيشيونس ديالهم ريسبكتيف هي ام ان ديال الفالور نومينال ديال لي في الاول هي 13 اليوم، لا دات ديشيونس ديال لي في الثاني في الجروب الثاني هي 25 يوم. الطو ديسكونت عندنا انيول هو 10.50%. قلنا ان كتساوي لنا هي المجموع ديال لي زيفي ديال الجروب الاول مضروبين في لي زيشيونس ديالهم، يعني في 1 مضروبه في ان 1 زائد في 2 مضروبه في ان 2 زائد في 3 مضروبه في في 3. غادي نقصوا منها المجموع ديال لي فالور نومينو مضروبين في لي دات ديشيونس ديال الجروب الثاني، غادي نقسموها على لي فالور نومينو غادي نجمعوهم ديال الجروب الاول، وغادي نقصوا منهم لي فالور نومينو ديال الجروب الثاني. هادشي كامل غادي نقصوا منه 36000 مقسومه على الطو. فوالا، دابا عندنا الفورميل، ما بقى علينا الا نعوضوا لي فالور اللي عندنا في هاد الفورميل. هادي غادي تعطينا ان اللي هي لا دات دي شيونس الجروب الاول مضروب في لي زيشيونس ديالهم، يعني الفالور الاولى ديال لي في الاول عندنا هي 5000 درهم مضروبة في 75 يوم، زائد 7500 مضروبة في 70 يوم، زائد 9250 درهم مضروبة في 90 يوم. غادي نقصو منها الدوزيام غروب، يعني 15100 درهم مضروبة في 13، زائد 6250 درهم مضروبة في 25. هادشي كامل غادي نقسموه على لي فالور نومينو ديال الجروب الاول، المجموع ديالهم ديال 5000 درهم زائد 7500 درهم زائد 9250 درهم. غادي نقصوا منها المجموع ديال لي فالور نومينو ديال الجروب الثاني اللي هي 15100 زائد 6250. غادي نقصوا من هادشي كامل، غادي نقصوا منه 36000 مقسومه على الطو. الطو في هذه الحاله هو 10.5%. تعطنا لا دات دي شيونس هي 21.3، فغادي نأرونديوها ل 22 حقاش لي جوغ ما يمكنش نقسموهم. شنو كتعني هاد 22 يوم؟ يعني لا دات ديكيفالونس ديال هاد لي دو غروب غادي تجي من بعد 22 يوم من لا دات اللي فيها حنا دابا. يعني الا جينا نحسبوها غادي تجينا هي 9 ايام من بعد لا دات دي شيونس ديال بروميير افي في الدوزيام غروب، يعني 9 ايام من بعد نهار 13، يعني غتجينا هي نهار 22 ديال، قلنا هي 9 ايام من بعد لا دات دي شيونس ديال بروميير افي اللي كاين في الجروب الثاني. غادي ندوزو نشوفو لي شيونس كومين دو بليزيوغ افي. امتى كنهضرو على لي شيونس كومين ديال بليزيوغ افي؟ في الحالة اللي كيكونو عندنا بزاف ديال لي زيفي و بغينا نغومبلاسيوهم بافي واحد اللي غادي نعطيوه الفالور نومينال ديالو دوبل في، و غادي نرمزولو بلي شيونس ديال هاد لي في دوبل في هذا بلي شيونس ام. امتى كيكون هاد الفالور هذا، يعني هاد لي في هذا كيكون ايكيفالون مع هاد بليزيوغ افي؟ غادي نشوفو المثال الاول. قالوا لنا برونون دابور الكا دو دو زيفي دو فالور نومينال في 1 اي في 2 اي دو ديلي دي شيونس ديال ام كي ايكيفالون على لا دات دو جور دوي او دو زيفي، يعني عندنا واحد لي في دوبل في لا دات دي شيونس ديالو ام ايكيفالون لهاد لي دو زيفي في 1 و في 2.
فعندنا الفالور اكتويال ديال لي في الاول هي هذه، نزيدو عليها الفالور اكتويال ديال لي في الثاني هي هذه، كتساوي لينا الفالور اكتويال ديال لي في اللي كيساويهم بجوج، يعني لي في اللي كيساوي المجموع ديالهم بزوج اللي هو دوبل في. لي فالور اكتويال ديالو هي دوبل في ناقص دوبل في مضروبه في الطو مضروبه في ام، ام هي لا دات ديشيونس ديالو مقسوم على 36000. الا بغينا نلقاو هذيك دوبل في، يعني الا كانت عندنا هذيك دوبل في مجهوله وبغينا نلقاوها، غادي نلقاوها بهذا الفورمول هذه. بالنسبه لدوبل في كتساوي لنا هي الفالور ديال لي في الاول مضروب في 36000 ناقص طو مضروبه في لي شيونس ديال لي في الاول، زائد الفالور ديال لي في الثاني مضروبه في 36000 ناقص طو مضروب في لي شيونس ديال لي في الثاني مقسومه على 36000 ناقص طو مضروب في لي شيونس ديال لي في دوبل في، لي في اللي كيساوي المجموع ديالهم بزوج. وبالنسبه للام اللي يعني لا دات دي شيونس ديال لي في اللي كيساوي لنا لي دو زيفي مجموعين، الفورمول ديالها هي هذه، ام كتساوي لنا 36000 مقسومه على تي ناقص الفالور الاولى مضروبه في 36000 ناقص طو مضروبه في لي شيونس ديال الفالور الاول، زائد في 2 اللي هي الفالور ديال الفالور نومينال ديال لي في الثاني مضروبه في 36000 ناقص طو مضروب في لي شيونس ديال لي في الثاني مقسوم على دوبل في. غادي نخرجوا هاد دوبل في، هاد دوبل في كتكون ديجا دوني الا بغينا نحسبوا لا دات دي شيونس ديال لي في دوبل في اللي هو المجموع ديالهم بزوج. غادي ندوزو نشوفو واحد ليكزامبل نتعلمو كيفاش نحسبو فيه لا فالور نومينال ديال واحد لي في ايكيفالون ا دو زي في. لينونسي ديال ليكزارسيس عندنا هو هذا، قالو لينا تروفي لا فالور نومينال ديال واحد لي في لي شيونس ديالو على 50 يوم ايكيفالون او دو زي في الفالور نومينو ديالهم ريسبكتيف 10500 درهم و 9200 درهم، يعني لي شي لي في الاول 10500 درهم و لي في الثاني 9200 درهم، لي زيشيونس ديالهم ريسبكتيف 25 يوم و 35 يوم. لو طو ديسكونت عندنا في هذه الحاله هو 10%. غادي نفورماليزيو البروبليم ديالنا على هذا الشكل، قالوا لنا تروفي دوبل في الا كانت عندنا لا دا ديشيونس ديال هذا الدوبل في هذا هي 50 يوم والطو هو 10%. بالنسبه للفالور الاولى ديال لي في الاول هي 10500 درهم، لا دا ديشيونس ديالو على 25 يوم. بالنسبه للفي 2 هي 9200 درهم ولا دا ديشيونس ديالو على 35 يوم. الفورميل عندنا هي هذه، دوبل في كتساوي لنا الفالور الاولى مضروبه في 36 ناقص طو مضروبه في لي شيونس ديالها، زائد الفالور الثانيه مضروبه في 36 ناقص طو مضروبه في لي شيونس ديالها مقسم على 36000 ناقص تي مضروبه في ام. دابا ما علينا الا نعوضوا في الفورميل ديالنا، غادي تعطينا على هذا الشكل هذا، دوبل في كتساوي لنا 10500 درهم مضروبه في 36000 ناقص 10 مضروبه في 25 زائد 9200 درهم مضروبه في 36000 ناقص 10 مضروبه في 36 مقسومه على 36000 ناقص 10 مضروبه في 50 غادي تعطينا هي 19812 درهم فاصله 82. هذه هي لا فالور نومينال ديال لي في دوبل في اللي كيساوي اللي هو ايكيفالون لي دو زيفي مجموعين في 1 و في 2. غادي ندوزو نشوفو ليكزامبل التالي غادي نتعلمو كيفاش نحسبو فيه لي شيونس كومين دي دو زيفي، يعني لي شيونس ديال هداك لي في دوبل في اللي المجموع ديال اللي هو المجموع ديال لي دو زيفي في 1 و في 2. لينونسي ديال ليكزارسيس هو هذا، قالو لينا كالكولي لي شيونس كومين دي دو زيفي في 1 ديال 10500 درهم لي شيونس ديالو على 25 يوم و في 2 ديال 9200 درهم لي شيونس ديالو على 35 يوم. Ils sont remplacés par un effet de valeur nominale ديال 20000 درهم، يعني هاد لي دو زيفي غادي نعوضوهم بواحد لي في دوبل في لي الفالور نومينال ديالو 20000 درهم. نفورماليزيو البروبليم ديالنا على هاد الشكل، فقالوا لينا تروفي ام، ام اللي هي لا دات دي شيونس ديال لي في دوبل في، هاد لي في دوبل في لي الفالور نومينال ديالو هي 20000 درهم والطو ديال 10%. الا كانت الفالور نومينال ديال لي في الاول هي 10500 درهم لي شيونس ديالو على 25 يوم، الفالور نومينال ديال لي في الثاني هي 9200 درهم لي شيونس ديالو على 35 يوم.
الفورمول باش نخرجوا ام هي هذه كيف ما وريتكم من قبل. دابا ما بقى علينا الا نعوضوا لي دوني ديالنا في هذه الفورمول هذه. غادي تعطينا هي هذه، غادي نعوضوا لي دوني اللي عندنا. غتعطينا هي 36000 مقسوم على تي ناقص 10500 مضروبه في 36000 ناقص 10% مضروبه في 25 زائد 9200 مضروبه في 36000 ناقص 10 مضروبه في 35 يوم مقسومه على 20000 مضروبه في 10. غادي تعطينا ام هي 84 يوم. يعني هاد لا دات دي شيونس ديال هاد لي في ديال 20000 درهم اللي هو ايكيفالون لهاد لي دو زيفي هي 84 يوم. فوالا باش نجينيراليزيو هاد لي فورمول اللي عندنا ديال لي شيونس كومين. اون جينيرال فورمول ديالنا هي هادي، دبليو هي الفالور نومينال كتساوي لنا المجموع ديال لي فالور نومينو مضروبين في 36 ناقص تي مضروبين في الان اي. يعني ان اي هي لا دات دي شيونس ديال كل اف، كل اف غادي نضربوه في 36000 ونقصوا من الطو، نقصوا منها الطو مضروبه في لي شيونس ديالها. هادشي كامل غادي نقسموه على 36000 ناقص تي مضروبه في ام. هاد ام هي لا دات دي شيونس ديال هاد لي دبليو. ولا بغينا نخرجوا هاد ام هادي غادي تعطينا هي 36000 مقسومه على تي ناقص المجموع ديال لي فالور نومينو مضروبين في 36 نقصوا منهم تي مضروب في لي سيونس ديالهم، لي سيونس ديال كل اف غادي نقسموه على دبليو. هاد دبليو هادي هي الفالور نومينال ديال هذاك لي في اللي كيساوي لنا المجموع ديال لي زيف كاملين. فوالا هكا كيتسالى البارتي الثانيه ديال لي سكونت كوميرسيال، وهكا كيتسالى الكور ديال لي زانتيري سامبل. كنتمنى نكون وصلت لكم شويه الفكره مزيان. فإذا ما كنتوش فهمتوا شي حاجه ولا بغيتوا مازال شي حاجه اخرى خليوها ليا في كومونتير. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني جام وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وبارطاجيو مع صحابكم عاوتاني. نشوفكم في الفيديوهات الماجيه ان شاء الله. السلام عليكم.